هيتصرف ازاي؟ هو على قد فرحانه بس؟ تناسي شهر العسل اللي لبستك فيه طنط دولت؟ برضو دي هتصرف فيها، عارف اتصرف، ما يهمكش. المهم الفرحين اعمل ايه؟ لا، حاجة محتاجة مخمخة بقى ومصاريف وكلام من ده. يا رب. عشت وشفت ابن يبتز ابوه. وانا يعني ما كنتش ابنك لما مضيتني على شيكات ووصولات امانة؟ ماشي ماشي يا ابني يا ضنايا، خليك فاكر طلباتك. لا، ده حاجة راجعة لذوقك بقى. الرقم اللي هتكتبه هاخده وانا مغمض عينيا، وما تفهمنيش غلط، دي حاجة بس بنجيب بيها سيولة كده بعد وقف الحال اللي حصل لي انا ونديم واحنا قاعدين جنبك. محكمة ثانية. ايه يا بول؟ معلش يا بديع، انا ما كنتش حابب ان انا اقلقك في وقت زي ده، بس الحقيقه انا الخبر اللي عندي ما ينفعش يتاجل. يا ساتر يا رب. خير؟ مدام اشجان ردت عليا في التليفون. طلعت متجوزه؟ بالذمه ده كلام يا عبد البديع؟ واحده اول مره اتكلم معاها في التليفون اسالها اقول لها انت متجوزه ولا لا؟ خلاص خلاص، نتقابل بعد نص ساعه في القهوه. سلام. الموضوع شكله كبير قوي يا عبدو. انت مالك انت؟ خليك في اللي انت فيه. ها، عندك حل قصاد الشيك اللي هكتبه ده، ولا احط الشيك في جيبي وامشي؟ ده ودي تيجي برضو. اكتب انت بس، بس بحبح ايدك شويه وسيب البيع على علوه ابنك. ماشي يا علي، ماشي يا ابني يا ضنايا، ماشي يا علي. انا مش قادر افهم انت ايه اللي جبرك على تنكتها دي، وبعدين ده انا اول مره اشوفك مطاطي لحد كده. صدق عيب عليك قوي يا دود اللي انت بتقوله ده. امسك. مساء الفل. مساء الجمال. واحده واحده بقى وفهمني الحكايه يا معلم. خليها تتأنزح وتقلع براحتها، هدي فيها مشكله وانا اخدها على كفوف كفوف الراحه لغايه ما تقع تحت درسي، وساعتها بقى اشوف مين هيشتغل مين. ما تهيأليش يا صاحبي، البت دي شكلها فاهمه ودايسه كويس قوي. وهو ده حلاوته، والمثل بيقول ما يقع الا الشاطر. طب قابل يا صاحبي صاحبتك اونلاين. حبيبه قلبي. يخرب بيتك يا علي، هو ده الحل والله. بس انت موافق من حيث المبدا؟ طبعا، هو في حل غيره؟ خلاص سيبها بقى على علوه ابنك، بس تقل جيبك تاني. يعني تبتز ابوك تاني؟ مش دلوقتي، انا قصدي يعني لما يتم المراد من رب العباد تبقى جاهز بالزياده. ماشي يعني، ماشي. من شابه اباه فما ظلم. امال يا عبده، عشان تعرف اني ارندلي اصلي وابن حلال مصفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا لسه هنلعب ولا ايه؟ لا نلعب ايه، ده شحنه بس بفرجك. قول لي ايه اللي حصل؟ مالك يا اخي صبري؟ سلامتك يا بابا. الله يسلمك يا اخويا. يا واد انا بسالك، انت انت اللي مالك؟ موضوع شغل بس كده محيرني شويه. طب فضفض يا واد مع ابوك، وانا اوصف لك وصفه ما تخرش الميه. ايه عطاره يا بابا؟ مالها العطاره ايه اللي اصلا؟ ما انت لحم اكتفك من خيرها. خلاص دلوقتي هنفترع على العطاره بعد ما ربنا ادالك؟ بابا ربنا يخليك سيبني في حالي، انا فيها اللي مكفيني. حق عليا اللي جيت اديك خبرتي وانتشلك من الهم اللي انت فيه دوت. انا داخل انام، وامك لو جات وانت صاحي خليها تصحيني عشان اعرف عملت ايه مع خالتك في المستشفى. حاضر حاضر. غبي انت، غبي. كان لازم تتكلم وتقول لعلي على كل حاجه. طب هو دلوقتي لو عارف من بره هيقول عليا ايه؟ وهي كمان يعني ايه اللي عاجبها في الواد ابو عربيه ده؟ عدي ليلتك ووطي صوتك وقول يا صبح. يا صبح يا زميل، هنرجع نحط ايدينا على خدنا تاني زي الولايه ولا ايه؟ مقهور يا صاحبي. لا يا زميل، المعركه ما بتخلصش غير لما الدم يتصفى على الاخر. احنا تعورنا صحيح، بس لسه صلبين طولنا. انت تضحك على نفسك يا عم. انت الراجل جه خدنا سبعات في تمانيات، واحنا صدرنا له خدودنا قلم لنا زي ما هو عايز. يعني كنت عايزنا نجهر عشان نترمى في السجن؟ انا عندي اقف في الحبس كده سنه على باب التكشيف على رجل واحده كده، ولا انه يعمل فيا كده؟ ماشي يا عم السيد، كلمه على الموبايل دلوقتي وقول له انك رجعت في اتفاقك معاه وهو هيعمل واجب. طب وعلى ايه؟ خليه يشمت فينا، ده بعينه. سيبه كده، خليه فاكر انه انتصر علينا. هو يعني هيروح مننا فين ولا هيقدر علينا؟ بكره يشوف، ده احنا مسجلين ياض. قشطه زميل، هو ده المعلم غريب الجوكر اللي انا اعرفه، صاحبي وحبيبي. قشطه. ايه
الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فوجئت لما سمعتها بتردد. عرفتها بنفسي وقلت لها أنا من طرف نوح الأرندلي. قلت لها إنه مات؟ لا أنا ما حبيتش أقول لها حوار في التليفون. أكيد لو عرفت كانت تسألني عن التفاصيل. لو عرفت إنه مات كانت تقول لي أنت عايزني في إيه؟ ساعتها بقى تعمل حسابها وتخبي جوازها لو كانت متجوزة عشان تاخد اللي وصى به المرحوم. برافو عليك. وصلت معاها لغاية فين؟ أنا طلبت العنوان واستأذنت إننا نزورها عشان نسلمها أمانة بعتها لها المرحوم. وده الكلام. أنت باسبورك جاهز؟ إيه؟ أنت ناوي تسافر؟ بكرة. إن شاء الله هلحق قبل يوم الخميس والجمعة جايين. وإيه اللي هيحصل يوم الخميس والجمعة جايين؟ لا دول مفاجأتين بقى من العيار التقيل. يا خوفي منك أنت يا ابن الأرندلي. ما تستعجلش على رزقك، بكرة لما تعرف كل حاجة هتعذرني. إيه رأيك بقى نلعب دور شطرنج؟ والله أنت رايق. يا عم أنا عندي محكمة الصبح بدري ولسه في سفر. ألو بودة، أنت صاحي؟ جالي كابوس فظيع يا بودة. حلمت إني ماشية في غابة. الشكر بتاعها ما فيهوش ولا ورق وضلمة وصوت الوحوش في كل حتة يا بودة، وأنا كنت خايفة خايفة قوي وعمالة بجري بجري وخايفة حد من الوحوش دي يفترسني وأنا لوحدي. صحيت من النوم مفزوعة، لقيت نفسي لوحدي بودة، لوحدي وأنا خايفة. بس اتغطي كويس يا دولي. لا لا يا حبيبتي انا ماليش في تفسير الاحلام. لا بس انت عشان قاعده في القصر الطويل العريض ده لوحدك. هانت يا روحي، كلها كام يوم وما تجيش لوحدك والكوابيس دي كلها تتزاح. بالمناسبه يا دولي انا كنت بكره هكلمك عشان استاذنك في سفريه سريعه كده من القصر. لا 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 يومين بالكتير طبعا، قبل يوم الخميس لازم اكون هنا. ده انا ما صدقت. وانت ايه اللي يوديك سوريا؟ ده جزء من وصيه المرحوم عني، لازم انفذها عشان يرتاح فقره. طب وانا يا بديه؟ انا طمنت عليكي خلاص يا لطيفه. انا قبل ما اجي لك فوت على الدكتور وسالته، قال لي كويسه خالص وهتمشي على بكره اخر النهار. بس انا عايز لما ارجع عليك منوره البيت، ما انتش في حته تانيه، يعني ما فيش حركاتك النص كوم اللي بتعمليها. لا خلاص توبه، والله العظيم توبة. ولو إن كانت نيتي خير ربنا اللي يعلم. انت فلتت من الموت بأعجوبة يا لطيفة، بس مش كل مرة تسلم الجرة. وعشان ترتاحي انت بعبلك وهبلك كده عجباني جدا. أنا عايزك زي ما انت، عايز أرجع عليكي زي ما انت، مش ناقصة حاجة تاني ولا زايدة على فكرة. يعني بقى كده وخلي بالك من نفسك وخلي بالك من البيت. حاضر حاضر يا أخوي. عايز حاجة؟ عاوز سلامتك، لو لقيت علي برا ابعتهولي. حاضر اشوف وش اخي. وانت بألف خير، تروح وترجع بألف سلامة. الله يسلمك. ويجعل لك في كل خطوة سلامة يا رب. يا رب يحميك. خلاص يا لطيف خلاص خلاص، عشان ما تتعبيش نفسك اكتر من كده. يلا ربنا يحميك ويسترها معاه ويستر طريقة يا بديع، ويوقف لك ولاد الحلال في طريقك. علي. ايوه. ادخل لماما عشان عايز اعرف كلمتين، وانا مسافر مشوار سوريا كده، هرجع بكره بعده كتير خالص ان شاء الله. براحتك يا عم. بقول لك خبرنا يا باشا، خلي الواد نديم يشوف لنا اثنين مطربين، واحد كلاسيك كده وواحد تاني شعبي عشان الفرحين. عينيا. طب بالنسبه للرقصات والعوالم، اسمع اللي بقول لك عليه وده في اللي بقول لك عليه، وخلي بالك من البيت كده ببلاش. ولا خلي بالك من البيت ولا هاجي اطلق منه. يا حبيبي يا بابا. بابا وانا مسافر مش خايف على ابوك؟ حبيبي يا عبده. متشكرة انك ما قلتش لحد على حاجه. شفتي بقى اني تابع وماليش شخصيه. اتيم اتيم يعني. انت بتاخد على كلامي يعني وانا زعلانه؟ على كل حال انا ما قلتش لحد عشان اديك فرصه تراجع فيها تصرفاتك، مش عشان حاجة تانية. يعني ايه بقى راجع تصرفاتي؟ منا تقابل اي حاجة بنت خالتي، محبش حد يجيب سيرتك بحاجة وحشة. انت عارفة الناس عندنا في المنطقة بيموتوا في اللت والعجل، ينفع تبقي البانة بوق اللي يسوى واللي ما يسواش؟
مع ان كل اللي بتقوله دي تفاهات من دماغك، بس حاضر هخلي بالي من نفسي. طيب ممكن تطمنين عليكي؟ اطمن عليا يا نديم، انا كويسه، والولد اللي شفتني معاه يومها ده واحد من شله الكافيه، وكان زميلي في الجامعه، ولما الوقت اتاخر ما حبش ان انا اروح بتاكسي لوحدي. ارتحت. اعذريني فعلا عليكي. طيب خوفي عليكي مش بيجي يا بنت خالتي. ايه عملتوا ايه؟ كله تمام يا استاذ الحمد لله، قابلنا الاستاذ نبيل وحطينا شهادتنا وكله تمام. برافو عليكم. انت ماشي ولا ايه؟ عايزين حاجه؟ لا يا اخويا كتر خيرك، بسلامه الله ربنا يوصل الطريق. ايه؟ كنت عايز تقول له ايه؟ ما قلت لك خلاص الموضوع ده لطيفه هتخلصه مع اخواتها وبعيد عنه هو كمان، ولا انت لازم تعك يعني عشان ترتاح؟ اتفضل قدامي. انت بتتدخلي في المواضيع دي ليه يا لطيفه؟ يعني يرضيك يا علي خالتك يترموا في السجن؟ والله كل واحد بقى بياخد جزاءه، وحد ضربهم على ايديهم عشان يعملوا فرحهم كده. في الاخر برضو خالتك غلبه وعايزين يعيشوا، واللي زيهم ما يقدرش يقول لا عشان يعشش على بيته. هما يعني ما يعششوش غير ببيع المحل اللي بسترزق منه؟ الاقي انا فين محل تاني وفي موقع زي ده؟ يخص عليك يا علي، يعني عايز تطلع امك صغيره قدام اخواتها؟ طب ده انا اول ما فتحوني قلت لهم ولا يهمكم، اعتبروا الموضوع منتهي، علي ابني لا يمكن يكسر لي كلمه. سرعت يا لطيفه كده يا علي تهون عليك امك؟ هو انا يا ابني عمري اخرت عليك طلب من وانت صغير؟ عايريني بقى يا لطيفه يا حبيبتي اللي عملتيها عشاني ده عادي جدا، كل الامهات في كل حته بتعمل كده عشان خاطر ولادها. امال انتوا بتخلفونا ليه؟ عشان تصغروا رقبتنا وتخلوها قد السمسمه وتخلوا شكلنا وحش كمان. على مهلك على مهلك على مهلك، بس لا عاش ولا كان يا جميل اللي يعمل فيك كده. خلاص عاملك اللي انت عايزاه بجد يا علي. إلهي يخليك يا رب ويوقف لك ولاد الحلال في طريقك. بس خلي بالك الحكايه دي هتحصل بشرط. بشرط ايه يا حبيبي؟ سيبيني مني اليوم في موضوع البيع والشراء ده، انا اضرب مالي واعرف ازاي ادور. براحتك يا حبيبي براحتك خالص، بس عشان خاطر امك حبيبتك ما تقرصش عليهم قوي. هو احنا مش كنا قفلنا باب الموضوع ده واستريحنا خلاص؟ يعني ايه هتسيب مامتك وخالتك عادله هيتحبسوا؟ مش قادر اصدق. مش ممكن تكون انت نديم اللي انا عارفه. يا سلام، على اعتبار ان الموضوع ده جديد او اصلا المساله فارقه معاك. عيبك انك فاهمني يا عفريت. وعايز افهمك اكتر بقى لو سمحت. جوز خالتك عطوه طمعان في المحل، ماشي ياخده. احنا المرحله الجايه داخلين على بيزنس كبير قوي، بيزنس هينقلنا لمنطقه ثانيه خالص، منطقه الملايين ويمكن المليارات كمان. مليارات؟ بكره هتفهم كل حاجه. المهم دلوقتي ان احنا ناخد منهم اعلى سعر، ونركز قوي المرحله الجايه مع عمك عبد البديع عشان هو معاه مفتاح البيزنس الكبير ده. فهمت؟ لا بس مطمن انك فاهم، انت عارف يعني انا بثق في دماغك قد ايه. حبيب قلبي هتسافر امتى؟ الطياره كمان 4 ساعات، بس انا المفروض بالكتير ابقى بعد 2 ساعة في المطار. هو انت متعود كده تسافر على سهوه؟ الظروف هي اللي حكمت. للاسف ما اقدرش اتاخر لانها حاجه خاصه بوصيه المرحوم زي ما قلت لك. هتتاخر؟ وحشك. هترد عليا بقى هتتاخر؟ انا مفيش حاجه في الدنيا تاخرنا عنها. كبيري يوم الجمعة بعد الصلاة أكون في مصر إن شاء الله. أنت بس خلي غريب يمشي في أجراءات الفرحة عادي. خلي بالك لو غريب حاول يضايقك أو يستغل أنا موجود يبلغيني على طول. حاضر. أحلى حاضر في الدنيا. يا خراب. طب بعد ما أشوف الابتسامة الجميلة دي ما أرجعش بغمضة عيني. طب ايه رايك بقى بعد الابتسامه دي؟ انا مش مسافر. لا لا عشان خاطري، اصل دي وصيه ولازم تنفذها. روح وترجع لي بالف مليون سلام. اسافر غصب عني على نين عيني. تسلم لي وتسلم لي عينك. اه يا يعني يا يعني. ولازمتها ايه بقى حكايه الشغل دي يا حبيبتي؟ هو احنا محتاجين؟ طب ده انت ابوكي بسم الله ما شاء الله ورث شيء وشويات. استني يا بنت ما بقدرش احسن، لازم على جاتك تيجي بالراحه. يا ولا ناقصه ورث؟ ايه اللي بتقولي عليه يا ماما؟ بابا هو اللي ورث مش انا، وبعدين هو حر في فلوسه. وبيني وبينك انا زهقت من قعده البيت والكمبيوتر. يعني هتشتغلي ايه بشهادتك دي؟ هو في حد دلوقتي بيشتغل بالشهادات؟ يب. امال بيشتغلوا بايه يا حبيبتي؟ بالكورسات اللي واخدينها في اللغات والكمبيوتر، وانا الحمد لله شاطره في الاثنين. طول عمرك عناديه ورايك من دماغك، بس اهم حاجه عندي
انك تحافظي على روحك. صحيح انا يمكن ما بفهمش في الشغل بتاع اليومين دول، لكن كل اللي افهمه ان احنا بقينا في زمن صعب، لازم البنت تخلي بالها من نفسها والا تضيع. ما بتقريش الحوادث اللي في الجرايد والبلاوي اللي مالية الدنيا؟ ربنا يكفيك شرها يا حبيبتي. مش فاهم يعني، هنفضل مدى الحياة واقفين مستنيين الشنط؟ واحنا بعدنا ايه بس؟ المطار زحمة ولازم ناخد الشنط عشان نمشي. ما انت لو كنت سمعت كلامي يا بني كنت خليتك انت في مصر بشيلت قضاء الناس الغلابة بتوعك، وانا جيت هنا غطيت مكانك وزيادة. عبدي انت عارف كويس قوي انا ضميري مش هيرتاح الا لما نافذ وصيه المرحوم كامله. عفوا حضراتكم محامين مصريين؟ احنا كمان اعضاء في اتحاد المحامين العرب تحت امرك. تشرفنا، انا ليلى الاسكندراني، مصريه وعايشه في سوريا من 20 سنه. يا اهلا وسهلا مصريه، عن اذنك يا نبيل، اي خدمه هنا؟ انا كنت متجوزه سوري وتوفى من سنتين تقريبا. الله يرحمه، معلش ادي حال الدنيا. المهم هو كان كاتب لي محل في الحمدية باسمي، ولما توفى بدأت المشاكل. عنده زوجة تانية وأبناء؟ لا 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 خالص، بس صاحب المحل اللي جنبي بدأ يطمع بالمحل وعرض إنه يشتري الباقي مفهوم. لما رفضت طبعا بدأ يضايق، مش كده؟ المشكلة إني هنا لوحدي وهو صاحب نفوذ وعلاقات، وأنا ما بعرف شو أعمل معه. ولا تحملي هم، من اللحظة دي احنا اتنين اصدقاء مخلصين من بلدك، هيقفوا وراكي ويساعدوك لاخر لحظه. ابو بديع احنا في ايه ولا في ايه؟ حاجه استنى، فكر اسمه ايه؟ اورينتال. تحت امرك اي وقت، فرصه سعيده جدا. احنا على فكره قاعدين في اوتيل اسمه اورينتال، تعرفيه؟ ده في باب شرقي جنب بيتي. يا محاشم الصدر، بقول لك سالكه. بلاش حكايه السالكه دي، مش كفايه اللي حصل في المنصوره؟ رايك في حد جاي يوصلكم الاوتيل؟ لا هو ما فيش حد الحقيقه، بس احنا ممكن نتصرف ناخد ليموزين اي حاجه. لا ليموزين ايه وانا موجوده، انا عربيتي بره بالباركينج. هلا بناخد الشنط تبعتنا ونطلع سوا ان شاء الله. احنا بس مش عايزين نتعبك، ما يصحش يعني. تعبكم الراحه. يا مسهل يا رب. حلوه دمشق على فكره، فيها كتير من القاهره. اول مره تيجي الشام؟ يا اول مره، بس انا قلبي حاسس كده انها مش هتبقى اخر مره. طب يا ترى جايين فسحه ولا قضيه؟ يا ريتها كانت فسحه، احنا نسينا كلمه فسحه دي من زمان. احنا جايين الحقيقه ننفذ وصيه لواحده ست مصريه عايشه هنا زيك كده. والله حلو. على فكره انت ممكن تساعدينا. هي مدام اشجان ساكنه فين يا بلبل؟ هي في قريه الاسد. قصدك قرى الاسد؟ واو واو، اشمعنى يعني؟ لازم تبقى غنية قوي، اصل قرى الاسد دي عبارة عن فيلل شيك وحلوة كده. يا فرج الله، والله الطيارة اول ما نزلت مطار دمشق وانا متفائل. ان شاء الله على طول. الو. أيوة أنا أشجان ماضي، مين عايزها؟ حنين بنتي؟ مالها؟ ميرسي أنا على تعبك معاها، ولو إني مش جديد على عرق الجبانة اللي عندنا في مصر. طب شفت بقى إنك مش محتاج تشكرني عشان دي حاجة عادية؟ لا لا، اسمعي لي، ما ينفعش قدام بيدي وجمالك وفرقتك ما نحميش احتراما لذوقي. وبعدين؟ شكلي كده مش هيبقى متفائل قوي. طلعتها مرتين ما بتردش، مع ان اول ما وصلنا المطار كلمتها قالت لها في انتظارنا الساعه 9 مساء. طب لسه بدري، يمكن راحت مشوار وهترجع على الميعاد. بالظبط. فين؟ طيب خشوا اوضتكم استريحوا وخدوا حمام، وانا هديك الكارت بتاعي. اول ما تتصل بيكو اديني تليفون، حكون عندك بعد 10 دقايق على باب الاوتيل. تفضل. والله ده كتير كتير قوي، انا مش عارف كده احنا هنتحول لمستغلين. هستنى تليفونك. باي باي، مع السلامه. باي باي. عبدو ايه؟ لا شايف يا ابني الجمال والشاكر، اهي دي حاجه لما تشوفها لازم تقول تحت يا مصر. هو انت مفيش فايده فيك؟
اعمل حسابك احنا ما نعرفش حد هنا غيرها، مش عايزين نخسرها. نخسر مين يا ابني؟ البداية دايما كسبان. برضه مفيش فايدة، ما بتردش. أنا كده بدأت أقلق. وأنا كمان مش فاهم حاجة. اسمع، هنكلم مدام ليلى، هي تيجي تودينا العنوان وهناك نشوف الموقف على الطبيعة. طب ما ناخد ليموزين، نتكلم مدام ليلى ليه؟ تزعجها بس ليه؟ والله ما حد مزعج في الدنيا غيرك. هي كانت اشتكت لك يا بارد. أنت سامعها بتقول لي كلمني وبعد 10 دقايق أكون عندك. ألو. أنا عبد البديع الأرندلي المحامي. أهلا بيك يا ست الكل. أهو شفتي؟ ما فاتش نص ساعة وبدأنا نبقى طمعين. يا ترى بقى نطمع إنك تعدي علينا نروح حي الأسود ده. قصدي كرة الأسد. والله ما عارف أقول لك إيه. ميرسي 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 ميرسي. طيب ألف سلامة. بعد ربع ساعة هتبقى قدام باب الأوتيل يا بايخ. وإيه التهزيق ده؟ مش أنت اللي هتقول منتقل وما منتقلش؟ يلا يلا. أهلا وسهلا. جاهد؟ أهلين مرت عمي. جاهد طمني. حنين مالها؟ لا لا ما فيش، طمن الحمد لله بخير. هي وامي جوا عم ساعدها بنفس اوعي المشفى. المهم ايه اللي حصل؟ ما فيش، كنا طالعين على الشاليه بالليل وفجرت الاولاد، ما عرفت اتحكم بالسياره فتنا بسطح. عشان تبطل تسافر بالليل وتستنى الصبح، هي في اي اوضه؟ بهي بس ما في داعي تقلق، الدكتور طمنا انه مجرد ردود وبكره راح نخرجها. حنين حنين حبيبتي، الف بعد الشر عليك يا حبيبتي. الحمد لله على سلامه بنتك يا عجان. شكرا. المهم طمنيني، اخبارك ايه؟ انت كويسه؟ انا منيحه ماما، لا تخافي. انا اسفه اني ضايقتك. معي ضايقتيني؟ ده انت اغلى حاجه في دنيتي كلها. يا ما حذرتكم من السفر بالليل. مرت عمي الليل دخل علينا ونحن بالطريق، بعدين شبنا. هي مو اول مره بسوق بطريق بلودان بالليل. خلصنا بعد كده بقى، ما فيش سفر بالليل. ولو انت مصر انك انت تسافر بالليل سافر لوحدك، وحنين تبقى تحصلك تاني يوم. مدام عجان، مثل ما انت بتخافي على بنتك أنا كمان بخاف على ابني وزيادة، والحمد لله رب العالمين الله سلمها، فلا تخلي خوفك على ولادي يفرق بيناتهم. من فضلك أنا بتكلم مع بنتي ومرتي بنفس الوقت، والمرة لازم تسمع كلمة جوزة. ماما جهاد خلصنا بقى، شو بكون؟ استني استني، اتفضل قول عايز تقول ايه. خلص ما في داعي لهالكلام هلا، المهم الحمد لله على سلامة حنين. جهاد تعال معي مشان توصلني. صباح الله خير. ديروا بالكم على الطريق جهاد. يا ماما ليش هيك؟ ليش هيك؟ جهاد كثير بيحبني وبيخاف عليه. بيخاف عليكي؟ لو كان بيخاف عليك كان فتح عينيه وهو ساهي، كان سمع كلامي، ما كانش ساق بالليل وكان استنى ثاني يوم الصبح. الدنيا مش هتطير. بس جهاد معزول لانه اجازته كلها 48 ساعه، ونحن كنا حابين نقضي اكبر وقت منه. بتدافع عنه على طول، ما فيش فايده. يا بنتي حبيبتي خلي بالك من نفسك انت وبس، انت اهم واحده عندي في الدنيا. طيب بابا ردي عليه عادي، ما تحسوش بحاجه. طيب الو. اهلين بابا. تمام منيحه انا، شو اخبارك انت؟ متهيأ لي هاي هي الفيلا. طيب لو سمحت يا بولب انزل شوف الحكاية ايه، وانا مستنى انا ومدام ليلى هنا في العربية. حاضر. بقولك ايه، انت مفكرتش تكرر تجربة الجواز بعد المرحوم؟ لا. لا ليه؟ انت ما شاء الله جميلة وجذابة، اكيد تقولك ناس كتير. صعب كتير لما تحب حد ويحبك ويكون مخلص معك انه تلاقي حد تاني تدي له مشاعرك وتحسي معاه بالأمان. معقولة؟ الرجال المخلصين على أفهم من يشيل. عندك أنا مثلا، أنا مثال الإخلاص والرومانسية مع زوجتي. ربنا يخليكوا لبعض. أيوة بس مش معنى كده إن أنا هفضل أقفل قلبي عليها لوحدها. ليه بقى؟
شوفي يا منى، قلب الانسان ده زي البالونه، كل ما تديله اكسجين اللي هو الحب، كل ما يتنفخ ويطير يطير يطير زي العصافير. اه بس خد بالك يا استاذ عبد البديع، عشان البالونه لو خدت اكسجين زياده ممكن تفرقع. معاك حق، ولو اني مسألة الفرقعه دي بايخ حبتين. ايه في ايه؟ ضربت الجرس كذا مره محدش بيرد. ما تضرب تاني يا اخي، خبط جامد يا بلبل يمكن حد يفيدنا. ماشي حاضر حاضر ماشي. اعوذ بالله، ما بكرهش في الدنيا قد اليأس، ما بحبش الانسان اليائس ابدا. ونيأس ليه؟ انت مش سمعتي فريد لطش وهو بيغني وهو مش يائس ويقول الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة حلوة محلى انغام ارقص وغن. مساء الخير. اهلا مسنور. اشجان هانم موجودة يا صاحبي؟ طب خد بالك يا عبد البديع بيه، يمكن صاحبك لا احد يفيدكم. طبعا اذنك يا عمر. راجع تاني. لا والله طلعت من ساعتين، ما بعرف وين راحت وما بعرف امتى رح ترجع. متشكرين الف شكر. اهلا وسهلا عليك. وفي ايه؟ ابدا، الباب بيقول انها خرجت من ساعتين، ما اعرفش راحت فين ولا راجعه امتى. يعني ايه؟ رجعنا تاني لنقطة الصفر؟ الموضوع ده مش هيخلص ولا ايه؟ سبحان مغير الاحوال، اللي بيشوفك واحنا رايحين ما بيشوفك واحنا راجعين. ولا ايه يا استاذ نبيل؟ اصل احنا عندنا مشاغل كتير قوي في مصر، كان نفسنا يعني ننجز المهمه اللي احنا جايين علشانها ونرجع على طول. معلش، طالما النوايا خير ربنا ان شاء الله بيسهلها لكم. هي النوايا مش خير برضو يا استاذ عبد البديع؟ انا عايز اسهل. نعم، عايز مكان يبقى فيه زعل وعشاء حلو، عايز افضي دماغي عشان بعد كده اروق واعرف افكر صح. مدام ليلى ذنبها ايه معانا؟ ما جايزه عندها شغل بكره. لا مش مشكله، انا بعرف محل سهر ظريف وفيه كل اللي بدكم اياه وبسعر معقول كمان. هو ده الكلام. يعني معقوله جوزك ما لقاش غير المستشفى دي؟ كان اختار لك مستشفى يعني تليق بينا. ماما هو ما كان عم يفكر هيك، كان بس بده ينقلني على اقرب مستشفى لانه كان خايف علي. بعدين يعني المستشفى ما سيئة لهالدرجة. اهو طبتك دي بقى اللي مطبعة فيكي، مخليها يتحكم فيكي، يعمل كل اللي هو عايزه. لا ماما، أنا متأكدة إنه جهاد بحبني، بعدين هو بحياته ما بخيل علي بشي. بصي بقى، أنا قلت لك قبل كده إن الحب ضعف ومهانة، وما دام قبلنا بقى إن إحنا نتجوز، يبقى الراجل اللي لازم تتجوزيه ده يسمع كلامك ويقدرك وما يخالفكش في أي كلمة، مفهوم؟ ومفكرة يعني لو عمل هيك كان رح يكون رجال بنظري؟ لا طبعا، اصلا انا اللي بحبه بجهاد هو رجولته وقوته، بتخليني احس حالي اني تحت حمايه رجال حقيقي بيقدر يصوني ويحميني. يحميكي؟ ما انت في المستشفى ومن تحت راسه. لا جهاد ما دخله، هذا قضاء وقدر. بطلي تدافع عنه، بتنرفزيني. ده حتى ما كلفش نفسه يطمن عليكي بمكالمه تليفون واحده بعد ما راح يوصل امه. مرحبا. اهلين حبيبي. هذا الورد لأحلى وردة بحياتي. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ميرسي حبيبي. شلونك مدعمين؟
مشان الله ما توهمونا على هالشي اللي صار. والشاب المتهور قدم اعتذاره، وانا شخصيا تقبلوا اعتذاري وتقبلوا دعوتي بكره للعشاء على حسابي الشخصي. احنا بنحب مصر كثير وبنتشرف بوجودكم عنا. احنا متشكرين جدا لزورك. الحقيقه احنا كنا محتاجين ليموزين يوصلنا الاوتيل. لا والله ما بترجعوا الا بسيارتي، بس ثواني لنادي الشوفير بخاطركم. تفضل. الله راجل ذوق. واحد غيره بعد اللي عملته كان حطك بلاك ليست وما دخلكش هنا ابدا، لكن انت بتستغل كرم اهل الشام. وانا عملت ايه؟ انا كنت بعتذر لها. تعتذر لها؟ ايوه زياده شوي. سوري يا عم. تاني عبد الرحيم، انت مش عايز توصل للقند على خير؟ هي من هي اللي حيتني الاول، يعني انا بلاش ارد التحيه. نساوي العلاقه بين مصر وسوريا. قومي ريحي عند اختي الثانية. لا طبعا، لا اريح ايه؟ معقول انا انام في مكان زي ده؟ مش ممكن ابدا طبعا. انا هقوم امشي رجليا شويه واشوف اي كافيتيريا محترمه قريبه كده واجيب حاجه سخنه عشان اشربها. مرت عامله شو كل هالتعب؟ اذا مانك حابه ترتاحي هون انا براسي بوصلك على الشاليه تبعك وبرجع بضل عند حنين. خليك انت قاعد معاه، انا هرجع على طول، واذا حبيت بعد كده تروح وتيجي الصبح ما عنديش مانع. عايزين حاجه اجيبها معايا؟ ميرسي ماما. انا هجيب لك بسكويت عشان ما تضطريش تاكل اكل المستشفى. معلش حبيبي، انت بتعرف قديش ماما بتحبني وبتخاف علي. هلا هي صحيح كلامها قاسي شوي، بس صدقني من جوا كتير طيبه. حبيبتي هي امك، وكرمال عين تكرم مرجع يوم. ان شاء الله بتسلم لي يا رب. برضه ما بتردش. انا السبب، كل ما اقول سركه تتعقد. وريني عينك كده. يا خبر. ايه توجعني قوي. توجعك يا جدع، دي ورمه. انت تمشي ازاي كده؟ الحمد لله ما نسيتش بنضلت الشمس. ايوه عشان تبطل حبك للستات. فلا الله ولا فالك. انت ايه؟ ما بتحرمش. حرم ايه يعني؟ حد حرم يتنفس يشم ريحة الورد يمتع عينيه بمخلوقات ربنا الجميلة؟ خليك في حالك وانا في حالي. عارف انا بس قلبي على مراتك وعيالك اللي في مصر. الموبايل فين؟ جنب عينك اللي بتوجعك. بلبل معلش ما تنامش لسه، بره شوية بس تهوى كده، عندي كام كده مخصوص. خليك جدع. حاضر يا سيدي، هذه آخرة الصحبية. ألو. إيه يا بودة؟ أنت فين يا حبيبي طول النهار؟ كده تنسيني برضه؟ أنساكي إيه يا حبيبتي؟ هو أنا شايف غيرك؟ ده من كتر ما أنت في عينيا ما بقتش بشوف بيها. إيه في إيه؟ يعني ما بقتش أشوف الدنيا غير بعينيكي يعني. خضتني برضو. مش هتاكل عقلي بكلامك الحلو ده. قولي الأول، أنت ما كلمتنيش ليه طول النهار؟ طول النهار فين؟ أنا لما وصلت هنا كان آخر النهار، ومن ساعتها أنا ونبيل مدروخين من كتر الشغل. هترجع إمتى بقى؟ وحشتني. زي ما وعدتك يا نهار. قلت ليش عاملة إيه من غيري؟ يعني هعمل إيه؟ وحدانية عمالة اتمشى في القصر شوية وفي الجنينة شوية، بفتكرك في كل حتة هنا، بس بفتكر أيامنا الحلوة بس. ربنا يحلي أيامك وليليكي وتملي القصر كده بالذرية الصالحة. يا سلام، طب ده أنا أموت وأبقى أم. بعد الشر عليك يا نهار. وأنا ليا غيرك؟ ولا أنا ليا حد غيرك في الدنيا دي أبدا، ربنا يخليك لينا. بقول لك إيه يا بديع، وأنت خارج بقى كلفت نفسك، بيقولوا بالليل سوريا هوا قوي. وانت راجع قول لي هترجع امتى بالظبط عشان ابعت لك علي يجيبك من المطار. ترجع بالف سلام، اطمن علينا خالص، ما تقلقش ابدا، ركز انت بس في شغلك. مع الف سلامه يا اخويا، ربنا يرجعك بالسلامه سالم غانم. مع الف سلام. بركه يا اختي ان انت اطمنتي عليه. سلامتك. بالراحه بالراحه بالراحه.
سلامة. الحمد لله شفتوا كانش عليه يحط راسه على المخدة ويروح في النوم إلا لما يطمن علي أنا والعيال. ربنا يخليهولك يا أختي. إنما قوليلي إيه السفرية دي اللي تخليه يسيبك وانتي في الحالة دي ويسافر؟ أختي انتي كمان، وأنا من إمتى بسأل ولا بتطقص؟ الله يكون في عونه، بديع طول عمره غاوي شقة ونفسه يشوف عياله أحسن عيال في الدنيا. ربنا يقويه وينول له كل اللي في باله قادر يا كريم ويخليك يا بنتي. الله يعافيك يا الباب. شكرا دكتور. الحمد لله على السلامة يا حبيبة ماما. الله يسلمك. يلا حبيبتي ما بدنا ندلل الباب، اسمعوا شو قال الدكتور ووريكم اياه. قومي البسي خلينا نروح نكمل اجازتنا. اجازة ايه؟ خلينا هتروح معي البيت عشان تبقى تحت عيني ورايها بنفسي. حبيبتي اتركي الولاد يتمتعوا باجازتهم قبل ما جهاد يرجع على شغله، اصلا مو بقيان الاجازه الا 24 ساعة. خلاص يقضيها معاك انت، انا بنتي بقى هتروح معي. انا ما عندي مانع مرت عمي، بالعكس انت بتعرفي انه احب على قلبي تضل جنبك، بس اسمع هذا الكلام منها هي. حاضر يا جهاد. حنين قول لجوزك وحماتك انك مروحه معايا. بالحقيقة أنا ما كنت بتمنى تحطيني بهالموقف الحرج ماما. أنتي بتعرفي قديش أنا بحبك، ولو بدي أختار ما كنت بختار غير إني أجي معك. بس أنا ما رح خالف جوزي لأنه هذا الشيء ما بيرضي ربنا. طبعاً أنتي ما بيرضيكي ولا بيهون عليكي ببنتك وحيدتك حبيبتك إنه ربنا يكون غضبان عليها ما؟ عمو اسمعيني بس. معلش حبيبتي هلا بترجع. معلش. خلص حبيبتي لا تزعلي عن جد، يعني انا اسف انه حطيتك بهالموقف. بس بتبيعيني عشان جوزك؟ غبية. ابشرك نستاهل ابدا. يلا اشربي اشربي بقى. سلامتك. اتخذت ضربة شمس بعينك ولا ايه؟ اه بالظبط كده، بس الشمس عندكم بتضرب مفترة شوية. واجرك فين؟ لسه ما جاش. تعالوا اتفرجوا على الحاجات اللي عندي في المحل على بال ما يشرف حضرتك. قهوتكوا ايه؟ انا سادة بسادة نبيل مظبوط. حاضر اتفضل. انما ما قلتليش هتعملوا معاه ايه؟ لا سيبي علينا ده مش هنغلب معاه. اتفضل. ممكن لو سمحت التليفون؟ اه طبعا طبعا. اجرب يمكن ترد. انتوا لسه ما وصلتوا لهاش؟ يعني هي هتروح فين؟ مسيرها تقع. بس خد بالك لا تقع على عينك التانية. واضح ان عيني بتفتح نفسك على هزار. الو مدام اشجان، انا نبيل راجح اللي كلمت حضرتك من مصر. اه وصلت امبارح انا والاستاذ عبد البديع الارندلي ابن اخو نوح بيه. احنا بس كنا طمعانين يعني لو سمحتي تسمحي لنا بالزياره عشان الموضوع المهم اللي كلمنا حضرتك عنه. حالا انا جاي لحضرتك دلوقتي. مع السلامه يا فندم. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. ايه مش لما نشرب القهوه ونشوف الراجل اللي مضايق مدام ليلى؟ راجل ايه دلوقتي عبد البديع؟ بس ده وقته، احنا عايزين نلحق الست الاول قبل ما تختفي تاني، وبعدين هنرجع ان شاء الله نشرب القهوه مع مدام ليلى. تقلقش نبيل بيه معاه حق، احنا لسه في اول النهار. هوصلكوا وما نرجع نشرب القهوة. اتفضل. مفيش فايدة مفيش فايدة، كل مصيبة وراها راجل. أنا في الأول ودلوقتي بنتي بنتي الوحيدة. أشجان خانم عايز إيه؟ في الشخصين اللي جاي من مصر ما ينتظروا حضرتك على المصباح. خلي مراد يسيب عليهم الكلاب. يلا كل الحكايات